السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الحلقة السابعة من سلسلة حلقات شرح لعبة الفوتبول مانجر. النهاردة إن شاء الله رب العالمين هنتكلم عن موضوع أعتقد إن هو موضوع يهم عدد كبير جدا من الناس، وهو تطوير اللاعبين الشباب. إيه هي الأسباب اللي تمنع تطور اللاعبين الشباب؟ بمعنى إنه قد يكون عندك في فريقك لاعب شاب، اللاعب دوت له مستقبل مأمول، ولكن بعد فترة من الزمن تكتشف ان هذا اللاعب لا يتطور التطور اللي احنا كنا مستنيينه. قبل ما ندخل في موضوعنا، ليه رجاء عندكم لو عجبك الفيديوهات بتاعتي ياريت تشترك في القناة وتضغط زر اللايك علشان القناة تنتشر شوية، لانه قد يكون من المحبط بالنسبة لي ان اجد مثلا فيديو 100 مشاهدة وعليه 2 لايك بس، يشعرني بعدم جدوى اللي احنا بنعمله. حتى لو الفيديو ما عجبكش اكتب لي في التعليقات سبب عدم اعجابك بيه، او اكتب لي ملاحظاتك اللي انت عاوز تضيفها، او اكتب لي موضوعات عاوزنا نتكلم فيها، وانشر الفيديو مع اصدقائك المهتمين بهذه اللعبة. ندخل في موضوعنا الاساسي. اغلب الناس لما بتيجي تتعاقد مع لاعب بتبص على تصنيفات النجوم بتاعته اللي هي مكتوب فيها البوتشنال او القدرة بتاعته. البوتشنال دي زي ما انتم شايفين كده، ده بيقول لك السكاوت اوبينيون، يعني رأي الكشاف بتاعك في هذا اللاعب. هذه النجوم يا جماعة قد تكون خادعة لأنها لا تعكس القدرة الحقيقية للاعب. يعني أنا لما أبص على اللاعب دوت ولاقي عنده مثلا دخل على 4 نجوم أهو، هقول إن اللاعب دوت ممكن هيبقى لعيب من الطراز العالمي. التقييمات بالنجوم دي هي تقييمات يعني مفيدة، ولكن مجرد رأي شخصي زي ما احنا شايفين كده للسكاوت عندك. ده أولا. ثانيا، النجوم دي بتكون مقارنة للاعب بزمايله في الفريق. بمعنى لو انت بتدرب فريق متوسط المستوى وعندك لاعب واخد مثلا 5 نجوم، فالخمس نجوم دي مقارنة باللعيبة اللي معاه في الفريق. اللاعب دوت ممكن لو انت جبته عندك في فريقك، لو انت بتدرب فريق من المستوى العالي، اللاعب دوت ما ياخدش غير 3 نجوم بس. عشان كده حط في اعتبارك خاصة في الاندية الصغيرة ان المدربين قد يكونوا مخطئين في بعض الاحيان. يبقى حكمك على اللاعب لازم يكون من خلال حاجة اسمها البوتشنال ابيليتي. واخدين بالكم يا جماعة من البوتشنال ابيليتي دي؟ البوتشنال ابيليتي هي قدرته على التطور، او اقصى حاجة اللاعب هيوصل لها في المستقبل. دي هنا انا عندي هنا حاجة اسمها الكرنت ابيليتي، قدرته الحالية اللي موجودة حاليا. اللاعب اي لاعب من دول لو اتدرب بشكل سليم هيوصل او قد يصل الى هذه الدرجة اللي هي البوتشنال ابيليتي. عشان كده نلاحظ هنا حاجه، شايفين انا عندي 3 لعيبه ورا بعض اهم، البوتشنال ابيليتي بتاعتهم متقاربه، 146 147 148، ادي 149. تمام يا جماعه، شايفين اللي هو واخد البوتشنال ابيليتي بتاعته 149 واخد نجمتين بس، 148 واخد اهو 3 نجوم ونص. مش معنى كده ان اللاعب دوت هيبقى افضل من اللاعب دوت، لا، الفروقات بينهم الحقيقية ما هياش فروقات كبيرة. فعشان كده ما تبصوش على النجوم دي، او ما تاخدهاش في الاعتبار الاول. عندي سبب تاني يمنع تطور اللاعبين، بعض الصفات اللي هي بنسميها السمات او الصفات المخفية المختفية في اللعبة. الصفات دي او السمات دي ليها تأثير كبير جدا على اللاعب. السمات دي عشان نوصل لها بجيبها ازاي؟ هي مش هتلاقيها في الوضع الافتراضي. بمعنى ان انا مثلا لو انا دوست على اللاعب دوت وبصيت على اللي جايبه لي، هو جايب لي هنا الصفات اللي هي التكنيكال والمنتال والفيزيكال بس، ولكنه مش جايب لي صفات مهمة جدا لازم اضعها في اعتباري. الصفات دي اجيبها ازاي؟ عن طريق تعديل الفيو بتاعي، المشهد بتاعي دوت. لو انا واقف هنا، بصوا يا جماعه، بجيب كاستم واقول له مثلا كرييت كوبي اوف كرنت فيو، هعمل نسخه من الكرنت فيو بتاعتي واسميها مثلا
هيدن اتريبيوت. مثلا الاتش اي دي اللي انا عملتها بخش اعدل عليها بالشكل ده. في صفات عاوزك تخلي بالك منها جدا، هنحطها هناخدها من الشمال هنا نحطها في اليمين. ركز بقى معايا في هذه الصفات. اول صفة هي صفة الطموح. اضغط عليها واجي هنا اعمل لها اد، الاقيها اتحطت ناحية اليمين. الصفة التانية consistency او التناسق، برضو اختارها اعمل لها اد. الصفة الثالثة صفة اسمها dirtiness، صفة important matches اد. صفة اسمها injury proneness loyalty اد. pressure professionalism sportsmanship temperament versatility. الصفات دي انا حطيتها هنا اهو زي ما انتم شايفين ناحية اليمين، وهقول له اوكي وحاجة اقف هنا كده كليك يمين بقول له اوتو سايز اول. تعالوا نبصوا بقى يا جماعة على بعض الصفات المهمة جدا اللي هتفرق معاك. الصفة الأولانية هي صفة الطموح. الطموح، هل اللاعب دوت طموح ولا لأ؟ هل هو عاوز يوصل لمستوى عالي ولا لأ؟ الصفة دي من الصفات المهمة جدا جدا. لو اللاعب عندك ما يتمتعش بهذه الصفة فهو غالبا مش هتطور تطور كبير مهما كانت إمكانياته. يعني مثلا على سبيل المثال اللاعب دوت بصوا البوتشنال ابيلتي بتاعته 160 درجة عالية جدا، ولكنه ما عندوش صفة الطموح. الطموح عنده 8 من 20. اللاعب دوت هيتطور ولكن مش بالسرعة اللي احنا مستنيينها منه. الصفة التانية اللي هي الكونسيستنسي اللي هي بيسموها بالعربي التناسق، وهي اداء اللاعب لاقصى قدراته. يعني اللاعب دوت لما بيتمرن في التدريب او في الماتشات عنده قابلية ان هو يدي كل اللي عنده في التدريب او في الماتشات ولا لا. دي برضو من الصفات المهمة جدا. صفة الديرتنس او معرفش باللغة العربية بيسموها القذارة، يعني هي محاولة كسر اللاعب لقواعد اللعب. يعني زي ما احنا بنشوف بعض اللعيبة ترمي نفسها في منطقة الجزاء عشان تاخد ضرب الجزاء، الصفات اللي احنا عارفينها دي. اللعيب دوت في الماتشات المهمة بيأدي ازاي؟ بيأدي ازاي؟ خلي بالكم قد يكون عندك لعيب كويس امكانياته عالية، ولكنه بيجي في ماتش المهم تلاقيه ما بيأديش بأداء كويس. الصفة دي اللي هي قابلية الإصابة، اللاعب دوت بيصاب بسهولة ولا لأ؟ وطبعا الإصابة من الأشياء اللي بتمنع تطور اللاعبين. صفة الوفاء، الوفاء شرح نفسها. لو أنت عندك لاعب لا يتمتع بالوفاء للنادي فعند أول عرض مادي أكبر من اللي أنت بتديهوله هيتمسك بالرحيل من النادي. صفة البريشر أو الضغط، هل اللاعب دوت بيقدر يتعامل مع الضغوطات النفسية اللي موجودة أثناء المباريات وأثناء التدريب ولا لأ؟ عشان ما اطولش عليكم ادي بقيه الصفات ايه في السريع. دي صفه الاحترافيه، هل اللاعب دوت بيفكر بعقليه احترافيه ولا لا؟ دي هنا صفه الروح الرياضيه، اعتقد ان هي دي كلها شرح نفسها. عندي صفه الطبع بتاعه، هدوء اللاعب، هل لو خد انذار اثناء المباراه مثلا هيفضل يؤدي بشكل كويس ولا لا؟ يعني عنده رباطه جأش ولا لا؟ الصفة الأخيرة اللي هي صفة البراعة، اللاعب دوت هل يقدر يؤدي في أكتر من مركز؟ هل ممكن يؤدي في مراكز مختلفة حتى لو ما كانش المركز الأساسي بتاعه؟ معنى الكلام دوت إن اللاعب قد يكون واعدا جدا للوهلة الأولى أول ما تشوفه،
ولكنه بيفتقر لبعض الصفات الخفية المهمة. لو عندك لاعب مش بيتطور بمعدل جيد، فأنت لازم تلقي نظرة على هذه الصفات، ويفضل قبل التعاقد مع أي لاعب أنك أنت تفحص تقرير الكشافة بتاعه كويس. هذه الصفات لها أهميتها، ولكن من أهم الصفات المخفية اللي أنت تخلي بالك منها هي صفة الطموح عند اللاعب، وصفة الوفاء، وصفة الضغط أو اللعب تحت ضغط، بالإضافة لصفة تانية مهمة دي من الصفات اللي بتبقى ظاهرة، وهي صفة التصميم أو العزم. أهي. لو عندي لاعب عنده طموح عالي وعنده عزيمة عالية، فاللاعب دوت تأكد إنه هيتطور ويصل إلى أقصى قدراته. يبقى نحط في اعتبارنا إن اللعيبة اللي عندهم عادات سيئة مش هيتقدموا بشكل سريع، ممكن ما يتقدموش أصلا على الإطلاق. عندي سبب آخر يمنع تطور اللاعبين الشباب، وهي الفاسيليتيز أو المرافق بتاعة النادي. لو أنت معتقد إن أنت مجرد إن أنت عندك مرافق شبابية كويسة أو مدربين كويسين فدوت هيضمن لك النجاح، ففي حاجات لازم تخلي بالك منها. أول حاجة المرافق، الفاسيليتيز بتاعت النادي، التريننج فاسيليتيز بتاعته، اليوز فاسيليتيز بتاعته اللي هي مرافق الشباب. نخلي بالنا، عاوزين نوصل دايما هذه الفاسيليتيز إلى إنها تكون رائعة أو إكسلنت، ممتازة، رائعة أو ممتازة. بنيجي عند الكلاب فيجن، وباجي هنا بتكلم مع البورد عندي. ادي هنا الفاسيليتيز، ادي هنا اطلب منهم ان احنا نعمل امبروف لليوز فاسيليتيز بتاعتنا، ان احنا نحسن. في واقع الامر لو انت لسه جديد في النادي، غالبا لن يتم الموافقة على هذا الطلب. وسبب تاني يمنعهم برضو من الموافقة هي الحالة المادية بتاعت النادي عندك. تبص على الحالة المادية بتاعت النادي وتشوف هل انت ماشي في حدود الميزانية بتاعتك، وهل في اموال كافية لتطوير هذه المرافق او لا. اسعى دائما ان انت تحسن الفاسيليتيز، تحسن الجراوند بتاعك، الملعب بتاعك، انك تزود عدد المدربين عندك في الفريق. كل ما عدد المدربين زاد كل ما كان افضل، ودي النقطة اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي. تعالوا نقارن ما بين الاثنين مدربين دول. تقريبا هما الاثنين نفس المستوى، وفي التريننج اريا بتاعتهم هما الاثنين اوفر اول، يعني مش متخصصين او مش سبيشاليست في حاجة معينة. تعالوا نبص هنا على الصفات بتاعتهم، هنلاقي الصفات تتقارب، يعني في الاتاكن ده 11 و11، في الديفندنج ليندرو يعني يتفوق بثلاث نقط، في المان مانجمنت تقريبا الفروقات بينهم نقطة واحدة. بشكل عام هم متقاربين في السمات، ولكن في نقطة مهمة جدا تفرق واحد عن واحد. تفتكروا عرفناها؟ هي الوركينج ويز يانجستر، العمل مع الشباب. السمة دي سمة مهمة جدا مش بناخد بالنا منها، وقد تكون اكثر اهمية من السمات الاخرى، لان السمة دي معناها هو قدرته على ايصال معلوماته الى الشباب، قدرته على نقل معرفته للاعبين الشباب. فلو انت عندك في الفريق بتاعك لعيبة شباب كتير، لعيبة صغيرة كتير، يفضل ان يكون عندك مدرب يتمتع باللي بيسموها WWY او العمل مع الشباب. مش معنى كده انك انت لازم تفضل السمة دي على بقية السمات التانية، انا بس بقول لو انت عندك اتنين مدربين سماتهم التدريبية متقاربة، اختار اللي عنده قدرة على العمل مع الشباب اكتر، هتفرق معاك كتير جدا في تطوير اللاعب الشاب بتاعك. من الاسباب اللي تمنع تطور اللاعبين الشباب
هو التدريب السيء. هنتكلم ان شاء الله رب العالمين في حلقه برضو منفصلا باذن الله عن ازاي احط وحدات تدريبيه للعيبه بتاعتي. ولكن يهمني دلوقتي ان انا لو جيت عند الاستاف بتاعي وجيت عند المسؤوليات واجي هنا اعمل تفويض للاندر 18 هيد كوتش، اعمل له تفويض. انا ممكن هنا اخد انا التيك كنترول، اخد انا الكنترول، اخد انا السيطره، وممكن افوضها لمدرب اكون واثق فيه. زي ما اتفقنا نتعاقد مع افضل مدرب متاح في حدود الميزانيه بتاعتنا. اللاعبين في السن الصغير من اكتر الاشياء اللي تؤثر على تقدمهم هو التدريب، هو التدريب. يمكن التدريب مش هيأثر تأثير كبير على اللاعبين الكبار بقدر ما هيؤثر على اللاعبين الصغيرين. خامس سبب يمنع تقدم اللاعبين هو عامل السن. اللاعبين الكبار في السن بيتقدموا طبعا بمعدل أبطأ من صغار السن. اللاعب اللي بتتراوح أعماره من ما بين 16 و 22 هذا اللاعب من الممكن ان هو يشهد طفرات تطوير هائلة. يبقى مش معنى كده ان اللاعبين الكبار في السن اللي هو من 24 مثلا مش هتطور، لا هتطور، ولكن مش بتطور اللاعب وهو صغير في السن. الصفة السادسة اللي نتكلم عنها اللي قد تمنع تطور اللاعبين هو شعورهم بالسعادة. هنيجي هنا عند الديناميك ونختار هنا الهابينس او السعادة ونبص. اللاعب اللي غير سعيد مش هتطور. اللاعب لو انا عندي في فريقي لاعب لا يشعر بالسعادة مش هتطور. اللاعب طبعا اللي بيشعر بالسعادة هيؤدي اداء جيد في الماتشات وفي التدريبات. بص على معنويات اللعيبة عندك، هل هو سعيد بوقته في اللعب ولا لا. نبص على البلاينج تايم، نبص على التريننج، نظام التدريب بتاعه هل هو سعيد فيه ولا لا، اداء النادي بشكل عام. المهم تأكد من ان اللعيبة عندك في معنويات عالية. احنا طبعا احنا هنا ده الفريق كله مش بنتكلم على الشباب بس، ولكن طبعا دي من الاشياء اللي بتؤثر في الشباب. عندي سبب سابع وهو المستوى اللي اللاعب بيلعب فيه. بمعنى ان اللاعب لازم يكتسب خبرة المباريات على المستوى المناسب لقدرات هذا اللاعب. يعني ما يبقاش عندك مثلا لعيب كويس وتلعبه مثلا او تعيره لنادي درجة رابعة مثلا، مش هيلعب ماتشات بالقوة المناسبة اللي تخليه يتطور. عشان كده لو انت عندك لاعبين كويسين وهتعمل لهم اعارة برة، حاول دايما اختار انك انت تعيره لنادي بيلعب في درجات عالية وليس درجات قليلة المستوى. عندي سبب تامن يمنع تطور اللاعب هو انك بتفرط في مشاركته في المباريات. لو عندك لاعب كبير فوق 23 سنة ده خلاص ممكن يلعب كل مباريات الموسم، بالرغم ان ده شيء مش مستحسن، لازم يكون فيه تدوير وراحة للاعبين. اللي يهمني بقى اللاعب الصغير في السن، لو افرطت في عدد مبارياته اللي هيلعبها اللاعب ده هيصاب بالارهاق ومش هيبقى عنده المجهود اللازم للتدريب. وزي ما قلنا التدريب في السن الصغير اهم بكتير جدا من لعب المباريات. السبب التاسع اللي يؤدي لعدم تطور اللاعبين ان اللاعب بتاعك لو لعب بشكل سيء مع الفريق، لو انت صعدته مثلا الفريق الاول ولعب بشكل سيء مع الفريق عدة ماتشات لو حصل كده، لو انخفض مستوى اللاعب فانت هتحتاج انك انت تشيله من فريقك شوية، تحطه على دكة البدلاء، بس تأكد طبعا زي ما اتفقنا ان معنوياته تفضل عالية. وممكن تبتدي تنزله في ماتشات تكون انت مثلا فايز فيها بفرق هدفين او فرق ثلاثة، او تنزله في ماتشات سهلة، لان اللاعب لو لعب عدة ماتشات على المستوى الكبير، اللاعب الصغير بنتكلم عن اللاعب الصغير، لو لعب عدة ماتشات على المستوى الكبير وما اداش في هذه الماتشات اداء جيد ده هيمنع تطوره. وطبعا في النهاية لازم الصبر، يعني ما تتوقعش من لعيب صغير ان هو مثلا هيبقى ميسي او رونالدو في موسم او موسمين، اصبر عليه شوية علشان مستواه يتطور. وصلنا دلوقتي للجزء الثاني من الحلقة بتاعتنا وهي ماتشنا الودي مع بايرن ميونخ. قبل ما نلعب الماتش عاوزين نطبق
بعض الأشياء العملية اللي احنا اتكلمنا عنها في الجزء الأول على لاعب من اللعيبة عندي. احنا عارفين ان احنا تعاقدنا مع كامافينجا، واللاعب دوت انا طبعا شايف له مستقبل كبير. اللاعب دوت انا عاوزه يكون صانع ألعاب متأخر. هو الوضع الافتراضي بتاعه ان هو بيكون زي ما احنا شايفين كده ديفنسيف ميدفيلدر، بس انا هاشتغل عليه ازود له بعض التريتس، وكنا اتكلمنا قبل كده عن التريتس دي في حلقة من الحلقات السابقة، ياريت ترجع تدور عليها. فهنزود له التريتس، هنزود له بعض السمات وبعض الصفات اللي هتساعده ان هو يؤدي هذا الدور. هيبقى دوره دور مزدوج، هخليه ديفنسيف ميدفيلدر، هلعبه خط وسط مدافع، بس في نفس الوقت يكون صانع العاب. اولا لازم قبل ما اختار دور للاعب اشوفه هل هو مناسب لهذا الدور ده ولا لا. اولا صانع العاب الجيد لازم يكون منفتح لاستلام الكره، يعني بيظهر لزمايله علشان يستلم منهم الكره. وتاني حاجه بحكم بيها على فاعليه صانع الالعاب هو الوقت اللي بيقضيه على الكره، يعني بياخد قد ايه وقت علشان يتصرف في الكره. كل ما كان صانع الالعاب افضل في تلقي الكره من زميله في الفريق هتزيد الفرص لانشاء هجمات خطيره. اهم سمتين اتكلمنا عنهم دلوقتي، احنا قلنا يكون منفتح لاستلام الكره وان هو يتصرف في الكره بسرعه، هما الانتسيبيشن والاوف ذا بول. الانتسيبيشن هي التوقع، وانا شايف ان كامافينجا عنده درجه عاليه جدا من الانتسيبيشن. والاوف ذا بول بيقول لك هي القدره على التحرك عندما لا تكون في وضعيه الاستحواذ، ميكينج سيم سيلفز افيلابل تو ريسيف ا باس، يعني يخلي نفسه متاح لاستقبال الباصات. طيب بمجرد ما البلاي ميكر بيحصل على الكره لازم يكون قادر على اختيار التمريره الصح. الباسنج عنده شايفه عالي جدا، وعلشان يقدر يعمل باسنج صح لازم يكون بيمتلك ثلاث حاجات: ديسيجن، قدرته على اتخاذ القرار اللي هما بيقولوا عليها الكوركت تشويز، والفيجن اللي هي رؤيته في رؤيته للملعب ورؤيته لزمايله، والفلير اللي هي نقدر نقول الموهبه او بنسميها بالعاميه كده الحرفنه. يمكن الفلير مش هتهمنا قوي، انا عاوزه لاعب يؤدي، مش لازم يكون منظره حلو. طيب هلاقي الديسيجن عند كامافينجا عالي برضو كويس جدا، والفيجن بتاعه لا بأس بيه، هنشتغل عليه ونرفعه شوية. طيب صنع الألعاب هو فوق الأمر هو أكتر لاعب بيكون معرض، هو طبعا والمهاجمين، إن هو يتعمل عليه ضغط من الخصم. إيه السمات اللي بتساعد صانع الألعاب إن هو يتعامل مع مواقف الضغط دي؟ هي البالانس اللي هو بيقول لك قدرة اللاعب إن هو يفضل واقف على رجله، أو بنسميها بالعربي الاتزان. الأجيليتي، الرشاقة بتاعته اللي هي بيقول لك قدرة اللاعب على إن هو يعمل ستارت أو ستوب أو موف في مواقف مختلفة. والكمبوجر اللي هي رباطة الجأش، أو اللي هي الأبيليتي، القدرة to make intelligent decision، يعمل قرارات ذكية with and without the ball، يعني سواء مع الكرة أو معهوش الكرة. برضو هكتشف إن هذه الصفات كامافينجا يمتلك منها قدر لا بأس به. إيه بقى التريتس أو السمات أو النزعات الفطرية اللي يفضل تكون عند صانع الألعاب؟ هما في الواقع أربع سمات. عندي يكون اللاعب دوت يكون عنده القدرة على فرض إيقاعه على اللعب، يعرف إمتى يسرع الريتم وإمتى يخفضه. عندي سمة اسمها arrive late in opening area، إن هو يوصل متأخر لمنطقة الخصم، يعني ما يبقاش بيدخل بسرعة في منطقة جزاء الخصم. وتالت سمة اللي هي tries killer balls often، يعني يحاول يعمل بيسموها الكور القاتلة، اللي هي الباص انتو سبيس، يعني يباصي لزمايله في مناطق فاضية وزمايله يجروا على هذه الكرة. وسمة رابعة اللي هي like to switch ball to other flank، بيحب ينقل الهجمات من ناحية لناحية، من ناحية اليمين مثلا للناحية الشمال، او من ناحية الشمال للناحية اليمين،
بسرعة شديدة، ده طبعا بتعمل خلخلة في دفاع الخصم. طيب أفضل سمة أو أول سمة أعلمها الكامافينجا هي تراي كيلر بولز، لأن هذه السمة هتعتمد على الباسنج والفيجن والديزيجن بتوعه. هاجي عند التطوير واختار التريننج، وهنا هعمل ديسكاس نيو تريت، هختار اي كوتش من دول واختار الباسنج تريننج، وهنا الخيار التاني اهو هقول له I'd like to start coaching Camavinga to try killer balls whenever possible. طبعا رد عليا وقال لي I think that's suitable، ان ده شيء مناسب، وهبدأ فورا في تعليمه هذه الصفة. كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة دي. ان شاء الله الحلقة الجاية هنستكمل فيها ماتشنا مع نادي بايرن ميونخ، وهنختار طبعا موضوع تكتيكي تاني نشرحه بإذن الله. اتمنى لو الحلقة عجبتك ما تبخلش علينا بزر اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.